بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في يوم جديد من منشط القرموطي. اهلا بحضراتكم النهارده الاثنين 2 ذو الحجه 1439، 13 اغسطس 2018، 7 مسي 1734. خليني بس قبل ما نخش في شغلنا العادي، في واحد من المفكرين الاقتصاديين الكبار في مصر الاستاذ الدكتور سمير امين توفي قبل لحظات عن عمر يناهز 87 عام بعد معاناه مع المرض. المفكر الاقتصادي الكبير ولد عام 1931، درس الاقتصاد السياسي بجامعة السوربون بفرنسا ونال فيها درجة الدكتوراه 1957. ليه الحقيقة العديد من المؤلفات، يعني الحقيقة روح العصر نحو نظرية للثقافة، ما بعد الرأسمالية، حوار الدين، حوار الدولة والدين. والحقيقة يعني عايز أقول لحضراتكم أنه من المقالات العظيمة الاقتصادية العظيمة اللي الواحد بيقراها للأستاذ الدكتور سمير أمين. كنت بقرأ في الأهرام، أحيانا في المصري اليوم، أحيانا في بعض الصحف، لكن هذا الرجل له منا كل التقدير والاحترام في حياتي وفي وفاتي وبعد وفاتي. دائما نتذكره بعطائه وبرحلته مع الكتابة وبرحلته مع الثقافة الاقتصادية، اللي الحقيقة يعني شفنا منه بعض طويل جدا جدا فيها يعني. فالحقيقة بنعزي هذا الرجل وبننعي لزويه وبننعي لأسرته، وإن شاء الله تكون آخر الأحزان في وفاة مثل هؤلاء القمم في الدولة المصرية.